بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان انا كنت هعمل الفيديو عشان افرجكم على شوية المشتريات دي من قماش قطن العمرية و3 دي وكده، لكن جيت اراجع الفيديو اللي هو ده اللي هيشتغل دلوقتي، لقيت ان في مشكلة برضو في التصوير. انا عندي الحامل بتاع التصوير في مشكلة، فبيهز الكاميرا فبيخلي التليفون ساعات يقلب، فالصورة تتقلب معايا. لما اجي اشغل الفيديو الاقي الصورة صغيرة. المشكلة دي حصلت، يعني هو الفيديو اللي هيشتغل دلوقتي ده في اوله الصورة كويسة، لكن في اخره الصورة صغرت، الحامل كان اتقلب كده فعمل مشكلة. انا يعني بحاول بقدر الامكان اركز على ما نشوف نحل مشكلة الحامل ده، لكن هي يعني هي الصورة صغيرة، بس هي المهم فيها السمع. يعني احنا انا شارحة فيها ازاي احنا بناخد بنحسب الطقم ازاي وبناخد فيه كام بالظبط، فهي مش مشكلة التصوير يعني على قد ما هي احنا بنسمع. يعني هو الجزء اللي هو صغير ده هيحتاج ان احنا نسمع اكتر من ان احنا نشوف. فحضرتك شوفي لو حابة تتفرجي عليه او تسمعيه او تسمعي الجزء اللي هو صغير، تمام. اتضايقتي منه بلاش تتفرجي عليه. انا والله ما كنتش هنزله، بس صعبان عليا لان انا قلت فيه معلومات مهمة، فصعبان عليا ان انا ما نزلهوش وارجع اعيده تاني. فحاولوا تشوفوه، مش يعني حاولوا تسمعوا، مش تشوفوا الجزء اللي هو الصغير ده، حاولوا تسمعوا. اما بالنسبة لشوية القماشات دول، الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون هنتفرج على القماشات دي بالاسعار بتاعتها. اتمنى يكون الفيديو مفيد اكتر من انه هو يعني مشاهدة. اتمنى يكون المعلومات اللي انا بقولها فيه مفيدة، وتتغاضوا عن حتة التصوير، وانا هحاول ان شاء الله بقدر الامكان اعالج النقطة بتاعت التصوير دي. يلا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أتمنى يا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وأحسن حال. الفيديو ده مش هفصل فيه حاجة، أنا بس هفرجكم على الطقم ده على الطبيعة، وهقول لكم تكلفة الطقم ده كام وهيتباع بكام، وعشان حضراتكم بتسألوني كتير طب اخد كام على الطقم وكده، وانا عملت حلقة قبل كده اتكلمت فيها عن الموضوع ده، بس حبيت اقول لكم عملي الطقم ده اتكلف كام عملي كده، وان شاء الله كل طقم هنعمله هنقول هو اتكلف كام قماش ونحط له كام خياطة. وحضرتك حطي بقى على حسب المنطقة اللي حضرتك فيها او المحافظة اللي حضرتك فيها، شوفي الحاجة بتتباع بكام او بيتاخد عليها اجرة كام واحسبيها، تمام. الاول انا هفرجكم على الطقم، وبعد كده هقول لكم التكلفة بتاعته كانت كام بالظبط، وممكن يتباع بكام لو حضرتك هتعمليها هتبيع بكام. اتفرجوا على الفيديو للنهاية عشان هيبقى في حاجات مهمة جدا. ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حاولوا تعملوا اعجاب وتشيروه لاصدقائكم عشان يستفيدوا، لان السؤال ده بنسأله كتير جدا. انا على طول يجي لي رسائل على الماسنجر وتعليقات وكده، ان انا عايز اعرف لما اعمل طقم زي ده اخد كام، او حضرتك بتاخدي كام على الطقم، او عايز اعرف السعر لما اعمل طقم كام. فالاسئلة دي كتير جدا، عشان كده احنا بنكرر حلقات تاني ونشرح فيها الكلام ده بالتفصيل. طيب تعالوا نتفرج الأول على الطقم وبعد كده نشوف التكلفة بتاعته كام. طيب شفنا احنا في الفيديو بتاع الخدودية، احنا قفلنا الخدودية دي مع بعض اهي، شكلها طالع جميل جدا. حاطين الكورنيشة دي كده على حرف الخدودية، احنا عملناها اوفر من الناحيتين وحطينا لها الاستراس ده كده، ورسمنا ظبطنا الرسمه على وش الخدوديه. يا رب تكون واضحه كده اهي. بعد كده انا بصراحه مش فاضيه ان انا احطها على السرير واصورها، عشان كده انا قلت افرجكم عليه على الطبيعه كده من غير ما يبقى محطوط على السرير ولا حاجه. دول الخدوديتين، تمام. طيب بالنسبه لكيس المخده، انا مسكته برضو قفلته زي ما بنقفله بالطريقه العاديه، بس قبل ما اقفله عملت له خدت شريط من الشرايط اللي احنا عاملينها دي وركبت برضو عليها الشريط ده.
ما حطيتش بقى على استرس. ليه؟ لان الاسترس ده التوب اللي انا وريته لكم يا دوب كفى الملايه والداير اللي اتحط على الخدادية دي واللي اتحط على الفيونكات. يعني انا عملت الفيونكات برضو حطيت لها شريط برضو من ده كده، فهو يا دوب التوب كفى كده، اتبقى منه حتة صغيرة ما تكفيش يتعمل بيها المخدات. لو حضرتك عايزة تحطي على المخدات يبقى هناخد اكتر من توب، يبقى هناخد حوالي توب ونص من الاسترس ده لو عايزة تحطي على المخدات. فانا ما حطيتش على المخدات. تمام. ده كده اهو المخدتين. طيب بالنسبة للملاية، اهي الملاية احنا عملناها امبارح في الفيديو بتاع امبارح او الفيديو اللي اتعمل اللي فات، وحطيت عليه برضو، يعني انا كنت عملته كده اهو وحطيت عليه 4 فيونكات بالطريقة دي كده على طول الملاية اهو، 4 فيونكات كده بطول الملاية، عملوا منظر جميل جدا. الملاية دي وهي مفروشة هتبقى حلوة جدا. الكلام ده كده بينفع للعرايس، النظام ده كده بتاع الستان والاسترس والكلام ده بينفع مع العرايس، بيبقى جميل جدا. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو، لو احنا كوينا الستان ده هيبقى شكله اجمل بكتير من كده. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف احنا الطقم ده اتكلف كام، واحنا لما بنعمل لطقم بنكلفها ايه وبناخد فيها ايه وبنحسبها ازاي. طيب اول حاجة هقولها لكم قبل ما نبدأ نشوف تكلفة الطقم ده كام، لو انا حابة اعمل الطقم ده كده، لو انا جبت القماش ده نفس القماش الثري دي ده وعملته طقم فلات. يعني ايه طقم فلات؟ يعني طقم بدون كرانيش. يعني انا همسك الاول 6 متر، هاخد 95 سنتي اعملهم كيس مخدة وخدادية، و95 سنتي اعملهم كيس مخدة وخدادية. هيتفضل معايا حوالي 4 متر و10، 4 متر و20 بالتقريب. هعملهم ايه؟ هقسمهم نصين واعملهم ملايتين. بعد كده همسك الحاجات دي هقفلها، مش هتاخد معايا وقت خالص. لو انا هعمل الطقم ده كده باخد عليه مثلا 50 جنيه او 40 جنيه. تمام. لو انا هتنيه واعمله، يعني مثلا انا بجيب القماش اللي زي ده كده بجيبه ب25 جنيه. طبعا انا يعني عشان رجلي وجعاني باخد توك توك او باخد تاكس بيوديني المكان اللي انا عايزاه، بشتري الحاجة وبعدين ارجع برضو بنفس الطريقة، ما بركبش مواصلات، ما بركبش ميكروباص عشان انا ما بقدرش. فلو حضرتك يعني شابة صغيرة كده عني تقدري تاخدي تجيبي الحاجة اللي انت عايزاها وتركبي ميكروباص. انا كنت بعمل كده وانا صغيرة، كنت بركب يعني بجيب الحاجة اللي انا عايزاها واركب ميكروباص عادي واروح، فالكلام ده كان بيوفر معايا. لكن دلوقتي حاليا ببقى لازم على الاقل، يعني كان الاول لما كنت بروح على الاقل كنت بروح مثلا مواصلات وبعدين وانا راجع ارجع بتاكس او بحاجة لو انا معايا شغل كتير. تمام. طيب لو انا هروح اشتري القماش ده 3 دي انا بجيبه ب25 جنيه، بعمل الطقم فلات كده ب6 متر. لو قلنا جبت 6 متر في 25 جنيه يبقى ب150 جنيه، بزود انا عليهم 50 جنيه وبيع الطقم ب200. تمام. ببيع الطقم ب200. طيب فرضنا ان حد قال لي طيب انا عايزه اشتغل فيهم او عايزه ابيعهم او عايزه اكل فيهم عيش او كده، بزود بنقص 10 جنيه، بنقص 10 جنيه وببيع الطقم ب190. تمام. للي هو اذا كان حد ياكل فيه عيش او اذا كنت انا عايزه اجامل حد كده وبيتفضل معايا، بيبقى كده انا اخدت كام؟ اخدت 40 جنيه. ال40 جنيه دي بحسبها بقى مواصلات، تعب، خياطة كده كله على بعضه. طبعا الرقم اللي انا بقوله لكم ده الرقم ده مش اي حد بياخده. ممكن حضرتك لو حاضرة لو شايفة ان تاخدي اكتر من كده، لان بصراحة في ناس بتبيع الاطقم دي اغلى من كده بكتير. يعني الاطقم الثري دي سريرين اطفال ممكن يتباع ب250 وممكن ب300 ب280 على حسب ما حضرتك عايزة. بس طبعا كل ما حضرتك هتقللي في التمن اللي حضرتك بتاخديه كل ما الحاجة هتشتغل معاكي وتمشي اكتر. تمام. فبالنسبة لي انا بجيب القماش ده مثلا 6 متر ب150، بزود عليهم 50 جنيه، التوتال كله خياطة، كهرباء،
مواصلات كده بعملها كده. طيب لو واحدة هتجيب لي قماش وانا خيطه، انا ما تعبتش فيه، ما عملتش اي حاجة، هعمل ايه؟ هاخد ال40 جنيه دي، هاخد برضو ال40 جنيه دي. ليه؟ انا لما باخد 40 جنيه هنا، انا جايبة شوية شغل، فعايزة امشي نفسي، فعايزة ابيعهم واخلص منهم عشان اروح اجيب غيرهم واشتغل فيهم. تمام. لكن الحاجة اللي بتتخيط دي بتبقى وضعها مختلف عن الحاجة اللي انا بشتريها انا. لما باجي اخيط باخد بقى نسبة الخياطة بتاعتي، بحسب بقى ال40 جنيه دول بيبقوا مثلا كهرباء، قص، شغل كده، بيبقى باخد 40 جنيه لو طقم فيلات. طيب بالنسبة للطقم اللي زي ده كده، لو انا حد جاب لي طقم زي ده كده وانا عايزه افصله، او لو انا جايباه وانا هفصله انا وعايزه احسب الحاجه، باخد فيه 75 جنيه، بزود رزقي انا او حق شغلي او تعبي او كده، بزود باخد 75 جنيه. خلاص. طيب تعالوا بقى نحسب نشوف احنا الطقم ده جبنا له ايه وعملنا ايه واتكلف كام وهيتباع بكام. طبعا انا ما بقدرش احدد انا هبيع الطقم بكام غير بعد تقفيل الطقم. ممكن اعمل رينج ان هو هيبقى رينجه كذا، لكن ما بحددش قوي، لان انا ممكن وانا بشتغل، انا مثلا عملت كيس المخدة ما حطيتلوش الاسترس ده، ممكن وانا بشتغل الاقي كيس المخدة شكله مش حلو، فانا عايزة احط له مثلا استرس، فانا كنت فاتحة توب واحد فخلص معايا، فبفتح توب تاني اخد نصه، فكده القيمة بتزيد 10 جنيه. ممكن انا اجي احط على الخدادية الاقي ان انا محتاجة احط دور تاني، فانا ما بحددش سعر الطقم بالظبط غير بعد ما الطقم يتشطب عشان ابقى حاسبة التكلفة بتاعته كلها. وطبعا في حاجة تاني، انا لما هقول لكم دلوقتي على تكلفة الطقم ده، ممكن في ناس هتستغلى الكلام دوت او هتقول ده كده كتير. طبعا مش كل طقم بنعمله بيتكلف نفس التكلفة، انا ممكن اعمل نفس الطقم ده كده بنفس الشغل ده كده، بس يكون معاه قماش سادة، بدل ما انا القماش ده ب35 جنيه المتر عرض واحد، هياخد معايا لو انا عملته قماش سادة مش ستان، هياخد معايا مبلغ اقل من ده بكتير، فالطقم هيقل وهيبقى برضو شكله حلو، بس هي اذواق. وبعدين اختلاف، يعني احنا بنبقى عايزين نعمل موديلات وننوع في الموديلات عشان الناس ما تزهقش. يعني ممكن العروسة هتبقى عندها طقم زي ده كده معمول بستان متكلف شوية، وممكن يبقى نفس الطقم بس معمول بقماش، متكلف بقماش سادة في منقوش مثلا، فطبعا الطقم بيتكلف اقل. خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف الطقم ده احنا جبنا له ايه. الطقم ده احنا جبنا 6 متر زي ما قلت لكم في الفيديو، جبنا 6 متر، المتر ده ب25 جنيه، جبنا 6 متر ب150 جنيه، ب150 جنيه. تمام. طيب بعد كده احنا جبنا 5 متر من القماش الستان ده، ال5 متر المتر ب35، زي ما انا قلت لكم المتر الستان المستورد ب35، كان ممكن نجيب ستان اللي هو العادي بيبقى ب20 وب18 جنيه المتر، بس طبعا التاني بينسر ما بيعيش قد ما ده بيعيش وما بيبقاش شكله حلو زي ده. يعني احنا نقدر لما نكون عايزين نعمل طقم اقل وتكلفته اقل نجيب خامة اقل، فهتعمل معانا نفس الطقم بس بخامة اقل، بس طبعا كل ما الخامة بتكون انضف كل ما الطقم بيعيش معانا وبيبقى اقيم. طيب احنا جبنا 5 متر من القماش الستان ده، المتر ب35، يبقى احنا جبنا ستان ب175. خلاص. طيب انا جايبة من الموسكي الاسترس ده مثلا ب20 جنيه الطوب، هو خد طوب. طيب لو انا حبيت ازود للمخدات يبقى انا هاخد نص طوب تاني، يبقى هيبقى الطقم اخد طوب ونص، يبقى هيبقى 30 جنيه. احنا جايبين واحدة بس، احنا حاولنا نخلي الطقم ياخد واحدة بس ب20 جنيه. خلاص. ب20 جنيه. طيب بالنسبة للأوفر، الأوفر مش عندي، أنا عملت أوفر عند الراجل، الراجل قال لي أنا بعمل المتر بجنيه عشان أنا عاملة أوفر نفس اللون، قال لي المتر بنص جنيه الأبيض والمتر الملون بجنيه. فطبعا أنا لما جيت أحسب الشرايط كلها لقيتها هتبقى مبلغ كبير جدا، فطبعا أنا بعتله كمية هتتعمل، فهو عشان انا بعت كمية وعشان انا ببعت له شغل كتير من عندي، حسب لي الطقم ده كده 25 جنيه.
طبعا 25 جنيه. لما جيت اناقشه في ان كده 25 جنيه كتير، قال لي لو في لو زبونة عادية هتيجي تعمله ومش واحدة زيك بتبعت شغل كتير هعمله لها ب40. طبعا الاوفر كتير جدا، لو حضرتك عندك اوفر طبعا هيسهل وهيوفر معاكي كتير. انا لما كنت عندي مكنة الاوفر وكنت بعمل طقم زي ده كنت بزود 10 جنيه على الاوفر، عشان الخيط اللي محطوط اللي هو لونه ده، هو طبعا الاوفر معروف بياخد خيط كتير، والالوان بنعمل خيط الخيط العادي مش الخيط بتاع الاوفر. تمام. فانا لما كنت بعمل طقم زي ده كده كنت بزوده 10 جنيه. يعني لو حضرتك هتعملي الطقم عندك وعندك اوفر ممكن تزودي 10 جنيه، لكن هو معايا انا متكلف 25 جنيه، فاحنا بنزود 25 جنيه. تمام. طيب فاضل باقي ايه؟ باقي حق الخياطة. انا بقولك ان انا باخد على الطقم ده كده 75 جنيه، يبقى بنحسب 75 جنيه. خلاص، ما حسبناش احنا كده بقى مكسب، ما حسبناش مواصلات، ما حسبناش الطريق، التعب، المجهود، كده كل ده لسه ما اتحسبش. يبقى احنا لما هنحسب الطقم كده التوتال بتاعه كام؟ هنقول 5 10 15. طيب 7 و7 14، 1 15، و5 20، 24، 24، 2 و2 4، يبقى 445. خلاص، يبقى الطقم ده اتكلف معايا 445. طيب ما انا رحت اشتريت قماش وضيعت وقتي، كان ممكن اقعد اشتغل على المكنة في الوقت ده، كان ممكن اشوف بيتي واولادي وكده، لكن انا ضيعت وقتي ورحت اشتريت وعملت وكده. يعني الطقم ده انا مخيطاه لواحدة بتبيع هي اطقم، ساعات بتاخد مني اطقم جاهزة تبيعها وساعات بتجيب لي قماش وانا بخيطه لها. فهي طبعا دلوقتي هي جابت الحاجات دي وادتني الخياطة وادتني الكلام ده كله، وهو تكلفة الطقم كده. طيب هي هتكسب ايه؟ هي كده جابت القماش بالتمن ده وجابت الحاجات بالتمن ده كله وعملت الطقم كلفها كده. طيب هي هتكسب ايه؟ هي فين المكسب بتاعها اللي هي هتكسبه؟ طبعا يبقى احنا في الحالة دي لازم نزود، هي هتزود لها مثلا هنقول 45، 445 دول احنا هنزودهم، هنزود لهم 55 مثلا. تمام. ونخليهم 500، ونخليهم 500، يبقى هي خدت 55 جنيه مكسبها، اللي هي عشان نزلت وسابت بيتها وحياتها وراحت واشترت وتعبت وشالت وحطت وركبت مواصلات وجت وكده وجابت لي القماش وهتاخده كده، فزودت 55 جنيه. الطقم ده لو انا عاملاه عندنا هزود، بدل ما هزود 55 دي ممكن ازود مثلا 20 او ازود 25. تمام. على اساس ان انا يعني انا رحت جبت وتعبت وجبت القماش وكده وانا اللي هبيعه، مش زي واحده هي جايبه لي القماش، يعني اللي جابت القماش، فهي عايزه تاخد مكسبها برضو. طيب فرضنا ان انا لقيت حد انا زودت مثلا، يعني انا الطقم اتكلف معايا 445، انا اللي شاريه القماش وانا اللي شاريه الحاجه وانا اللي رحت مشوار وكده، طيب انا هزود ال25 عشان المشوار اللي انا روحته، عشان التعب وعشان المجهود وعشان الوقت اللي ضاع وعشان كذا، يبقى الطقم معايا ب470، نقول 475. خلاص، يبقى انا لما هاجي ابيع الطقم هبيعه اقل من اللي هتشتري قماش وتيجي تعمله. خلاص. طيب ب475، فرضنا بقى ان انا لقيت حد بيقول لي طيب انا عايز اخد 3 اطقم او عايز اخد 4 اطقم، او انا يعني هاكل فيه عيش مش عارف ايه، حاجات كده من الاسماء اللي احنا بنقول عليها دي. طبعا انا هضطر ان انا ال25 جنيه اللي انا مزوداها دي معايا دي، او ال30 جنيه، انا كده زودت 30 جنيه، هضطر اقسم ال30 جنيه دي، اخد منها مثلا 10 جنيه او 15 جنيه، وانقص المبلغ اللي هيبقى ناقص ده هنقصه للي هياخد مني اكتر من طقم، يعني اللي هياخد مني 2 3، عايز يبيع، عايز يتاجر فيه، عايز يكسب هو كمان كده. طيب هنقص له فيه 15 جنيه مثلا، يبقى هيقف على التاجر ب460. هيجي هو برضو يبيعه بكام؟ هيبيعه برضو بال500 اللي هي صاحبة الطقم ده هتبيعه بيهم. تمام. طيب صاحبة الطقم ده واحدة عايزة تاخده بالتقسيط، هتعمل ايه؟ هتزود لها مثلا 100
يبقى هو هيبقى ب 600 بالتقسيط. شفتوا الحسبة معمولة ازاي؟ طبعا الحسبة اللي انا بحسبها دي بالنسبة للطقم ده، نفس الطقم ده احنا ممكن كنا نعمله بحاجة اقل من كده، يعني ممكن كنا نخلي تكلفته اقل من كده. يعني احنا لو شلنا الاسترس ده حطينا بداله دانتيل، يبقى بدل ما هيبقى احنا حطينا توب دانتيل ب 20 جنيه، كان ممكن نحط او دو التوب استرس ب 20 جنيه، كان ممكن نحط دانتيل كان هياخد 5 جنيه بس، مش 20، كنا هننقص 15 جنيه من الحزب. طيب بالنسبة للستان ده، لو احنا عملنا الستان ده قماش عادي، كنا هنجيب مترين ونص مثلا، قماش عادي مترين ونص، مترين ونص بكام؟ المتر ب 20 جنيه، يبقى مترين ونص ب 50 جنيه، يبقى احنا ال 175 جنيه بتاعت الستان كان ممكن نقصها نخليها 50 جنيه، يبقى هيبقى 125 جنيه نقصه، يبقى هنشيل من ال 500 دي 125، يبقى كان هيبقى الطقم ب 375. خلاص نفس الطقم ده. طيب احنا كان ممكن برضو نقلل عن كده، يعني انا في اطقم اطفال عندي ببيعها ب 250 جنيه، في اطقم اطفال ببيعها ب 250 جنيه، بس عندنا الوضع مختلف، لان انا اللي بشتري القماش، فانا بحدد حتة. انا ممكن ساعات بشتري قماش واحسب الخياطة واحسب القماش كام والخياطة كام، وما بزودش لا مواصلات ولا تعب ولا وقت ولا الكلام ده، ما بزودوش، بشيله لحد بيقول لي انا هتاجر فيه او انا عايز اكسب فيه او كده، فانا بتنازل عن جزء من اللي المفروض ان انا اخده، عشان نظير ان انا هبيع طقمين او 3 اطقم او 4 اطقم او العروسة او كده، فانا يعني هبيع رقم كبير من الاطقم، فده هيساعدني ان انا انزل واشتري شغل جديد وانوع في الشغل تاني، اعمل اشكال مختلفة، وفي نفس الوقت هبقى خلاص كسبت بقى اللي انا خدته من الاطقم دي، واشوف بقى اعمل شغل غيرها عشان ايه يبقى في عائد تاني. خلاص ده بالنسبة للطقم ده، وحسبت لكم الحسبة بتاعة الاطقم. انا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله ان شاء الله كل طقم هعمله هقول لكم في الاخر، بعد ما نكون عملنا الطقم هقول لكم تكلفته كام، واحنا عشان نبيعه هنحسب التكلفة بتاعته كلها كام، وحق الخياطة كام، واحنا عشان نبيعه بكام، وانا لو هبيعه بكام، وكده هقول لكم كل الكلام ده. مش عارفة اذا كان الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم ولا لا، بس هو اكيد هيبقى ليه حد كان نفسه يعرف الكلام ده، اكيد كان في واحدة عايزة تعرف، لان احنا انا بتسأل زي ما قلت لحضراتكم السؤال ده كتير جدا، ببقى مش عارفة يعني اقول ايه. طبعا الارقام اللي انا بقولها لكم دي، انا من القاهرة، انا من القاهرة، فالكلام ده على حسب المنطقة اللي انا قاعدة فيها، ممكن حضرتك تبقي في مكان تاني او في محافظة تانية الاسعار عند حضرتك مختلفة، او اسعار القماش مختلفة، يعني ممكن القماش ده يبقى في مكان تاني بيتباع ب 20، مكان تاني بيتباع ب 30. انا قلت لحضرتك الطريقة اللي احنا بنحسب بيها، وحضرتك شوفي ممكن تكوني ما بتروحيش الموسك تجيبي الطوب ده، هتجيبيه من التاجر اللي جنب البيت الخردواتي، فطبعا هو هيفرق معاكي برضو في الفلوس، فانت هتحسبي كل الحاجات كده بالورقة والقلم، وتحسبي حق خياطتك وتضيفيها، وتحسبي التوتال بتاع الطقم كام وتعمليه. اتمنى يكون الدرس ده مفيد للي عايزين يعرفوا الموضوع ده، او عايزين شرح عن الموضوع دوت. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنقول كل طقم هيتكلف كام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.